بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التسجيل يتبع المقدمة لرواية ست شامية، وسيكون يخص كلمة أو اسم الدين. أنت تقرأ القصة في اليمين، في الصفحات اليمين، ولكن بصوت. عندما تتكلم ست شامية تقرأ بطريقة أخرى مختلفة حتى تفهم كلامها، تسمع صوتها، صوت كلماتها ومعانيها، سواء أنت تقرأها أو تسمعها. هي توفت رحمها الله، لكن من مواليد القرن التاسع عشر أو آخر القرن التاسع عشر، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، في خمس القرن 2021. أعزائي القراء، هل أنتم مستعدون للقراءة بأعينكم؟ أعزائي، أنتم مستعدون للقراءة بأعينكم، ولكن تتحدوا أنفسكم للسماع من الإذنين. اذهبوا إلى الصوت الدائم والتفكير الدائم overthinking في عقولكم، والذي هو في معظم الأحيان يتضمن أسئلة: كيف حدث هذا؟ كيف عملت كذا؟ كيف حدث هذا بسرعة؟ يعني حدث لي للمجتمع، كيف حدث ما نحن فيه، الوباء، كيف حدث بسرعة؟ كورونا مثل كار معروفة، سيارة سيقت من الصين، يوهان، وزارت ووقفت في كل بلد عندك، سواء كنت أنت في الشرق أم في الغرب. يعني عدت السيارة على كل الناس، حتى موجودة عندك مهما فين ما كنت أنت. ففي أبنان، أو كتاب أبنان الذي كله أرقام مثل الكتالوج المليء بالأرقام، والأرقام تدل على الأسماء، قرآن، أو القرآن هو آخر كتاب أبسولوت، يعني أحد، آخر كتاب حق، يعني لا يوجد كتاب يشابه أو كتاب سماع أو كتاب دين religion أو كتاب
أوحي إلى رسول. فالدين بالإنجليزي religion، في القرآن دين هو إسلام، القرآن هو الكتاب الحق الوحيد. إذن أبنان يعتبر كتاب أرقام مرجعه القرآن. أبنان اختصار من الكتاب الأوحد، أرقام وصوت أسماء. الدين هو اسم وهو مرادف لإسلام في القرآن الذي هو الكتاب الأوحد من كتب السماء والباقي. والأوحد يعتبر كتاب صوتي أوحد، كل الكتب السابقة ليست كتاب صوتي. إذن أبنان كتاب رقمي أو كله أرقام مثل الكتالوج. الأرقام تعتبر 4 فواصل من اليسار إلى الفاصل الأول، إلى اليمين، إلى الثاني، الثالث، الرابع. لتعطي أسماء معينة. في لغة الكمبيوتر والمذر بورد أو لوحة الكمبيوتر تحت الأزرار، لتأخذ الأوامر عن طريق ضغط الأزرار أو دوس الأزرار. مثل علامة الزائد أو الناقص وهكذا، أو الرقم أو الحرف. حقيقة الآلة الحاسبة قبل الكمبيوتر وأيضا لها لوحة تحت الأزرار تنقل الخبطة إلى عن طريق إلكتروني حتى تعطيك النتيجة، وهذه تسمى بايت. يعني لا نستطيع أن نترجمها بايت، يعني عندنا الرقم 4 بايت وكل بايت 4 خطات. فست شامية تتكلم وهي ستي يعني جدتي، وأنا ابن ابنه، وسأكون أنا الذي يتلقى خبطات الأصابع منها، يعني مثل التليجرام زي أنا أفك الرموز، خبطات أصابعها أترجمها، يعني أنا مثل لوحة المفاتيح اللي تأخذ الخبطات تحت جوالك أو كذا الشاشة مثلا. أنت بتختار من الشاشة وأنا أطلع النتيجة. فأنا أعتبر المحول ل أو مترجم لخبطات 6 شامية إلى الرواية، سواء كتابة أو قراءة. لا تهتم أنت تقرأ أو تسمع 6 شامية تتكلم وأنا الذي حولت لك الرموز التي تكلمت بها أو الخطأ. إذا تفتكر في الحلقة الأولى تكلمنا عن
الكاتب المبدع إحسان عبد القدوس عندما كان يضع النقاط في صفحة أو صفحة ونص لذكر التفاصيل. لا تهتم كثيرا، هنا مثال لكلمة الدين، فكانت الخطاط في المجموعة الأولى خطة واحدة يعني واحد، يعني في الصورة رقم واحد حتى نصل إلى الكلمة، ثم ثلاثة خطات مجال، فكانت الآية رقم أربعة، ثم ثلاثة خطات أخرى ثلاثة مجال، يعني ثلاثة خطات يعني فئة المئة، حتى نأخذ ترتيب الكلمة من أول الصور. بعد الصور كبيرة فترتيب الكلمة ممكن يتعدى 900، يعني يتعدى. فهنا بالنسبة للدين خطاتها أو رقمها واحد، بعدين في المجموعة الثانية أربعة، يعني صورة واحد بعدين أربعة بعدين 13، هذه ما أجابت به 600. أما آخر أربع آخر رقم اللي هو متكون من مجرد 10 يعني إلى 99 ترتيب الكلمة أو كم مرة تكررت كلمة الدين، لأنه من 1-4 الجزء الأول اللي هو أقصد الصورة الأولى كلمة رقم أربعة آية رقم أربعة كلمة رقم 13 من البداية هي الدين، بعدين كم تكررت الدين، هذا هنا بحث الرواية وبحث طبعا لغرض الوصول إلى الشخصية الغامضة في الرواية وهي يو آي هو. فهنا أقف عند هذا الحد وألقاكم في تسجيل آخر وشكراً.